أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم عيون الحياة. زي ما عودنا حضراتكم إن إحنا في كل الموسم الجديد من برنامج إن إحنا نقدم جميع المواهب في جميع المجالات الثقافية والرياضية والفنية. النهاردة معانا الفنية ولا الرياضية؟ الرياضية. النهاردة معانا الرياضية. النهاردة معانا اتنين لاعيبة من نادي الداخلية والنادي الأهلي سابقا، وطبعا برحب بيك يا نجلاء، برحب بيك يا هشام. مساء الخير يا محمود. برحب بيك. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عبد الرحمن. زياد ازيك؟ عامل ايه؟ تمام؟ الحمد لله حبيبي. ازيك يا زياد؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ عاملين ايه؟ بقى عندكم موهبه رياضيه وانتوا طلبتوا ان انتوا تطلعوا معانا في البرنامج عشان تتكلموا عن موهبتكم الرياضيه، تمام؟ نتكلم؟ ماشي. مركز ايه بقى في ال نص ملعب دفندر؟ ايه؟ ديفندر. انت ديفندر؟ انا باك ليفت. وانت باك ليفت. احنا بنرحب بيكم طبعا في وجودكم، اظن اول مره في التلفزيون، فبنرحب بيكم طبعا عبد الرحمن سرور وزياد احمد. واحنا حابين بس نوصل رساله لكل اولياء الامور في المنازل، نقول لهم ان هدف برنامجنا اكتشاف المواهب، وازاي احنا قادرين ان يبقى عندنا نماذج زي دي هنتكلم عليها. زياد، ممكن تكلمنا انت رحت النادي الاهلي امتى؟ رحت من 7 سنين، كنت في الاكاديميه. رحت كنت جاي من نادي الزمالك، كنت جاي على قطاع الاهلي. رحت كان ما فيش سن ساعتها، كنت في الاكاديميه، لعبت سنه وصعدت. صعدت في النادي الاهلي. وعبد الرحمن برضه كنت في الزمالك، فسبت الزمالك ورحت الاهلي، فما كانش فيه سننا 2008، فكان لسه بيكونوه، فانا لعبنا في الاكاديميه سنه وعملنا اختبارات للناشئين ولحد ما طلعنا لبرا. مين شجعكوا بقى على موهبه الكوره ديت؟ والدك؟ وانت يا زياد والدك برضه؟ لعبت كام سنه يا زياد في النادي الاهلي؟ 7 سنين. 7؟ انت عندك كام سنه؟ عندي 13. لعبت 7، يعني انت رحت وانت في البراعم لسه وانت صغير. عبد الرحمن 7 سنين برضو. وانت قلت مركزك عبد فندر رقم 8. وانت زيد باك ليفت. تفتكر انت في مين اكتر لعيبه في النادي الاهلي صحابكم دلوقتي؟ احنا طبعا لسه هنتكلم عن نادي الداخليه، بس عايزين نعرف مين اكتر لعيبه في سنكم صحابكم. كلهم والله بلا استثناء، كلهم صحابنا والله. يعني مين من الاسماء اللي انتوا شايفينها تقدر ان هي تلعب في الفريق الاول؟ وانتوا دلوقتي انتوا بتقولوا انتوا خارج النادي الاهلي. كلهم لعبه كويسه. يعني قول لنا كده 5 اسماء. مثلا سيف. مين؟ سيف احمد. علي صوتك بقى شويه. سيف احمد. يوسف علاء. صالح موسى. وبلال. وحمزه بيلعب راس حربه. تمام. وفي حمزه الدجوي ويوسف اوفا. كل دول لعيبه كويسه في النادي الاهلي؟ ايه يا محمود؟ النادي الاهلي ايه؟ ما شاء الله. قول لي يا محمود. لا خالص، اتفضلي. ايه بقى اللاعب اللي في النادي الاهلي اللي انتوا شايفه اللي هو ممكن يكون ممكن يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ في سننا احنا؟ في سنكم. وبيلعب ديفندر برضو في مركز اسمه سيف احمد محمود. سيف احمد محمود ده بيلعب ايه؟ ديفندر؟ وانت يا زياد؟ هو سيف. هو برضو سيف. انتوا متفقين اللي سيف هو الديفندر. طيب ماشي. هو انت بقى اللي يا عبد الرحمن، سيف بيلعب هاف ديفندر، انت مين في النادي الاهلي كان عاجبك في الفريق الاول؟ الفريق الاول انت حضرت 7 سنين السولية حاليا. واليو ديانج. وانا علي معلول. تحب علي معلول؟ ده تونسي. تحب مين مصري؟ محمد فتوح بتاع الزمالك؟ تمام، جدع ما شاء الله عليك. جدع يا حبيبي. طب احنا النهارده بعد ما سيبنا النادي الاهلي ورحنا نادي الداخليه، عاوزين نعرف بقى انتوا حسيتوا بفرق من النادي الاهلي للداخليه، وايه اللي خلاكم تروحوا لنادي الداخليه؟ يعني كل واحد يجاوب لوحده. تمام. اللي خلانا نروح نادي الداخليه اللي احنا كنا عايزين يعني نبين موهبتنا، بعدين رحنا نادي الصغير عشان نلعب ونظهر نفسنا. تمام. احنا عايزين بس نقول للساده المشاهدين يا محمود ان هم ما وفقوش السنه دي في النادي الاهلي واترفعوا من القايمه، فهم مش موجودين في القايمه. فاحنا عايزين نقول برضو ان هم ما قعدوش وما يأسوش،
واتجهوا لنادي الداخليه عشان يلعبوا، صح كده؟ صح. وانت يا زياد اشمعنى نادي الداخليه اللي رحت له؟ مفيش استثناء بين النادي الداخليه والنادي الاهلي. لنا لسه براعم، مفيش فرق. مين مدربك يا زياد في نادي الداخليه وانت برضه يا عبد الرحمن؟ بس هتجاوبوا لي كل واحد بقى يجاوب. كابتن هاني عبقي وكابتن هيثم جبريل. كابتن عبقي وكابتن جبريل. طب كلمنا عنه كده بقى. والله احنا لما رحنا الداخليه كان يعني مشرفنا تشريف كويس جدا، وعملنا كنا ماشيين الاهلي فعملنا نفسين كويس جدا واقفين معانا لحد دلوقتي والله ودارنا. طب بيشجعك بقى؟ اه طبعا. وانت خارج من النادي الاهلي احكي لي بقى كان شعورك ايه؟ زعلان طبعا، وانا وكان قلت في يوم قلت لنفسي في يوم في الايام ان شاء الله ارجع على الفريق اول ان شاء الله باذن الله تعالى. زياد طبعا كنت زعلان في الاول، بس رحت النادي الداخليه واشتغلت على نفسي ان شاء الله ارجع من الفريق الاول باذن الله. مين اللي كان بيدربك في النادي الاهلي؟ كابتن عصام صلاح، كابتن هشام جعفر، كابتن ممدوح عبيد، كابتن جمال السيد، كابتن تامر حفني. تامر حفني وجمال السيد وكابتن تقول ايه الكابتن هشام جعفر هو قاعد قدامك دلوقتي كده وجه له كلمه. شكرا والله واقف معايا كتير ماتشات صعبه في ماتشات صعبه. قول لي كده موقف كده عمله كابتن هشام معاك كده تفتكره له. كنت بجيب جونين يجي تاني يوم يزعق لي مش خد فيا. ليه بقى؟ تشجيع. عايزك تبقى كويس. وانت برضو يا عبد الرحمن قول لنا يعني موقف حصل لك مع كابتن هشام. والله هو كان بيعملنا كويس جدا يعني، كان عادي، كان ما كان بيزعق لنا، كان عايز مصلحتنا. ايه الموقف اللي شخط يعني شخط فيك يعني عليك وقال لك ده ما ينفعش وانت اتبعته وبقيت تمشي على نظام معين؟ كان في ماتش مصر المكاس اول ماتش في الدوري، فانا كنت بلعب، فكان اول مره بقى دوري براعم وجمهور وناس وكده ومتلمين حوالينا وتشجيع، فانا ما اول مره اقف في الموقف ده، فكنت ما اديتش، ف يعني الكابتن علمني درس اللي انا لازم اشد حالي من اول مره اثبت نفسي. يعني اي موقف بتاخده بيعلم فيك وبتمشي عليه بعد كده، صح يا زياد؟ صح. صح يا عبد الرحمن؟ صح. انا عايز اقول للساده المشاهدين حاجه، ان الولدين دول احنا جايبينكم هنا ليه؟ انتوا عارفين احنا جايبينكم ليه؟ احنا اول حاجه جايبينكم عشان احنا في برنامجنا بنكتشف المواهب، وزي ما انتم موجودين معانا في مواهب في النادي الاهلي والزمالك والمقاولين يا محمود، مواهب كتير جدا. فاللعيبه دول لعيبه كويسه، ف وجودكم هنا معانا ان احنا بنحاول نديكم رساله ونقول لكم اجتهدوا واشتغلوا عشان زي ما انت قلت ان شاء الله ترجع النادي الاهلي تاني باذن الله. انا هاخد من كلامك يا هشام انه ان شاء الله يرجعوا النادي الاهلي تاني، بس انا عاوز بقى ايه الماتش اللي انت لعبته حسيت ان انت كنت فيه جبار مثلا، فيه او حسيت ان انت اديت فيه جامد وانت في النادي الاهلي؟ كان ماتش كنا بنلعب في الدوري، كانت ماتش المرج، فنزلت فيه كنت كويس. انت كنت قاعد احتياطي؟ انا الاول. نشوف جزء من التدريب. كنت على نفسي وبعد السنه دي ما حصلش توفيق في النادي الاهلي، ف كنت بره القايمه. كنت بره القايمه. وانت يا زيزو؟ كان ماتش المقاولين. ماتش المقاولين حبست فيه جولين وصنعت جولين. وصنعت جول يعني عملت اسيست وجبت جولين. طب نشوف كده، عاوزين نشوف فيديوهات ليكم بقى كده ونبص كده ونشوف صوركم، يعني احنا محتاجين ان احنا الناس تعرف النجوم الصغيرين دول ان شاء الله بكره يبقوا نجوم كبار ان شاء الله. ان شاء الله لو بعد اذنكم في الكنترول بس ينزلوا لنا الفيديوهات بتاعت الشباب. دي صور ده زياد. ده زياد صح؟ ده زياد. لو انت في النادي الاهلي هو يتكلم بقى يقول لنا. طب اتكلم بقى، اتكلم عن نفسك بقى قول لنا. كانت صوره كنا عندنا عاملين معسكر في النادي الاهلي. دي كنت في الملعب. احكي لنا بقى يوم المعسكر ده كان بالنسبه لك عامل ازاي؟ كان طبعا حاجه كويسه في السن الصغير ده نروح معسكر وكده. استفدت منه ايه بقى؟ استفدت ان انا اعتمد على نفسي بس، ولعبت وعدينا كويس. وانت يا عبد الرحمن لما تيجي صورتك يا عبد الرحمن اتكلم. ده كابتن هشام جعفر مع زياد بيتهيألي. صح يا كابتن؟ ده كنتوا في النادي الاهلي. ده كابتن جمال السيد. كابتن جمال السيد ده كابتن ده مع زياد برضو. زياد انت بقى هتبقى باك ليفت جامد بقى. وهنا الاثنين مع بعض. ده زياد وعبد الرحمن. ده مدرب الداخليه. كابتن هاني. تقول لي بقى كابتن هاني عبد الباقي ايه دلوقتي؟ توجه له كلمه كده على اقول له شكرا على
احتضني ازاي وكنت واقع نفسيا وهو شجعني. حبيب قلبي. ايه ده بس جامده قوي كلمه واقع نفسيا ديت يعني. يعني انت فكرتيني باحمد شديد اللي نام مره جابوه صدفوه وقال لك انا كنت متحطم نفسيا. مش انا قلت. انت جبتها ازاي يعني؟ يعني ايه محطم نفسيا؟ انت عشان سبت النادي واقع؟ لا بيقول لك واقع نفسيا. عبد الرحمن. ده عبد الرحمن مع جونيور اجاياه. اتكلم بقى عن نفسك بقى. اتكلم بقى يا عبد الرحمن. كانوا ماتشات الفريق الاول فكانوا بيجيبوا من 2008 2009 كانوا بيجيبوا دولت وبيقدموا لهم ماتشات يعني تعلموا خبرات الملعب الكبير بيتحركوا ازاي وكده. تمام. ده عبد الرحمن وزياد برضه. ده عبد الرحمن. تحس ان عبد الرحمن حسام عاشور يعني. تحس انه ان لعيب كده. ها ده كان بقى ايه بقى؟ ماشي ده ماشي اتفضلي. احكوا بكاس ايه ده؟ ده كان في بطوله. بتقولي ايه؟ قول اسماء اللعيبه دي عشان ده هارون بيلعب مع في الداخليه وبلال عطيه واحمد رضا لسه بيلعب في الاهلي. مين اللي على الشمال ده؟ امور ده. احمد رضا. عايز اقول لك على حاجه محمود. الثلاثه دول من احسن لعيبه في مصر. نتمنى يعني. طب ومن ضمنهم يعني الواد السكر اللي على الجنب ده. السكر اللي على الجنب اللي على الشمال ده. ده مين؟ احمد رضا. احمد رضا. ده بيلعب ايه؟ مركزه ايه ده يا شباب؟ ده بيلعب ناحيه الشمال. ما شاء الله عليه. ده كابتن تامر حفني ده اللي عدى. اللي فات ده كابتن تامر حفني. ده مع زياد. اتفرجت على اي حد من اللي بيدركوا؟ طبعا الكباتن الكبار طبعا وقامه وكابتن هشام طبعا، بس اتفرجت على اي متوشه ليهم قبل كده؟ لا ما شفتهمش. اي وهم بيدوكوا المحاضرات طبعا. انا مش يعني انا مش هبقى مدرب، بس يعني مفيش محاضره من الكابتن هشام او كابتن جمال وكل الكباتن. ده كان كابتن هشام ده صح؟ ده كنت في النادي الاهلي. الماتش ده كنا بنلعب مع فرقه من العاشر من رمضان. هناك كانوا مستضيفينا. وبصراحه للامانه انا شرفت ان انا مرنت الجيل ده 2008. كلهم لعيبه كويسه ومحترمين وعايزين فعلا عايزين يقبوا حاجه. فعشان كده انا يعني صممت النهارده ان يبقى معايا نموذجين مشوا من النادي الاهلي، عشان انا عارف ان شاء الله هيرجعوا النادي الاهلي تاني. فاحنا جايبينهم هنا عشان نشجعهم وبنقول لهم شد حيلكم واجتهدوا، وهنعمل الكلام ده مع كل اللعيبه على مستوى مصر ان شاء الله. ابعتوا لنا بس على الارقام اللي تظهر على الشاشه. بنقول لكل اللعيبه يا محمود. اكيد طبعا اكيد. وانا برضو يعني في بدايه الحلقه بس انا كنت يعني معلش كنت مضطرب شويه، بس هي الفكره كلها برضو ان احنا قلنا الفنيه والثقافيه برضو اللي عنده كل المواهب. مش رياضيه بس يا يعني جماعه. مش رياضه بس عنده يعني اي طبعًا موهبه برضو. طبعا ده حاجه تشرفنا كابتن هشام معانا، لكن برضو اللي عنده موهبه ثقافيه فنيه ادبيه احنا ان شاء الله هنتشرف بيه. واكيد على الشاشه الارقام. قول لي بقى يا زياد، انت وانت بتلعب باك شمال الهجمه بتاعتك بتبنيها ازاي؟ او انت يعني بتبقى بتعمل ايه؟ بستلم الكوره بلعب على الهواء وبجري من ورا. تمام. يعني انت الناحيتين يعني بتدافع وتهاجم. عبد الرحمن. اول لازم نحضر الكره من تحت، يعني لازم انظر لكل لعب عشان ابدا هجمه جديده. ويعني الكره ما بتجيلي بحاول على قد ما اقدر ان انا انقل الكره لقدام. هل الكره الحديثه في اللي هي دلوقتي موجوده انت يعني انت مستوعبها ان انت تحضر الكره من تحت وعلى الجناب وكده؟ الحمد لله حبيبي. هشام ممكن تقول لنا بقى انت حاجه بقى؟ طبعا اللي هم حبايبنا قاعدين تقول لنا حاجه. انت دربت جيل 2008. تمام. انت شايف فيهم ان شاء الله ان شاء الله يعني فيهم يعني حاجه كده قدام كويسه ليهم؟ بص يا محمود، في يعني في وقت معين او مواليد معينه على مستوى الفترات السابقه دي كلها بتعرف اذا كانت اللعيبه دي فعلا هتقدر تكمل في الكوره او مش هتكمل في الكوره على مستوى مصر. تمام. فجيل 2008 انت عندك النهارده لعيبه النادي الاهلي لا لعيبه مميزه جدا، ثم لعيبه انبي لعيبه مميزه جدا، المقاولين العرب لعيبه مميزه جدا. على مستوى مصر في 2008 لعيبه مميزه جدا. ميزه لعيبه النادي الاهلي ان كلهم مجتهدين، وكل واحد فيهم يعني انا اعتقد ان دول سبب مشانهم من النادي الاهلي ان هم كان فرص لعبهم السنه اللي فاتت قليله. فعشان كده هم فضلوا نادي الداخليه، مش تقليلا في نادي الداخليه. لا لا خالص. على فكره نادي الداخليه يعني كابتن هيثم جبريل، يعني يا ريت يا جماعه لو نقدر نتصل بالكابتن هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخليه برضه نتكلم معاه ونتناقش معاه في اهتمام قطاع الناشئين في الداخليه ازاي، وان ازاي لعيبه النادي الاهلي انها تفكر تروح نادي الداخليه. يبقى معنى كده ان النادي الداخليه في فعلا المؤسسه الداخليه
قادره ان هي تعمل منظومه ناجحه. عشان بعيد عن ان انت مذيع معانا كرياضي الرياضي تمام، بالنسبه لقطاعات الناشئين في ان شاء الله ان شاء الله في محمد صلاح تاني وتالت وعاشر وفي بص في محمد صلاح تاني، بس انا عايز اوجه رساله وبرضه خليكي معانا نجلاء في دي. اولياء الامور بيبقوا سبب رئيسي في تشتيت ذهن الولد. صح، البيت ليه دور. ليه بقى؟ سيب الولد يستمتع، يعني انا بوجه الكاميرا وبوجه رسالتي لاولياء الامور، سيب الولد يستمتع، سيب الولد يتمرن وياخد الجرعات التدريبيه من مدربه، ما عليك الا انك تظبط له التغذيه بتاعته، نومه، سلوكياته داخل البيت، لكن سيب الولد يستمتع بالكوره، هيتعلم من المدرب كل المهارات الاساسيه، هيتعلم من المدرب كل المهارات الاساسيه. فعشان كده من المهارات الاساسيه دي احنا يشرفنا ويسعدنا كابتن هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخليه. كابتن هيثم مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك كابتن هيثم؟ وحشنا كابتن مصطفى. هو انت كابتن هشام؟ والله طبعا انا مبسوط عليك بتكلمني، انت كابتني وكابتن الناس كلها والله. حبيبي يا كابتن هيثم، ويعني بنشكرك على المداخله، وعاوز اسالك بس حاجه كده، يعني انا معايا اتنين من لعيبه النادي الاهلي السابقين مواليد 2008 اللي فضلوا نادي الداخليه، وكل كلامهم قبل الهوا ان احنا رايحين نادي الداخليه عشان الكابتن هيثم جبريل. فتقول لنا بقى ايه اللي في نادي الداخليه مش موجود في اي حته تاني؟ ربنا يخليك. والله ولا ولدين موهوبين، سرور وزيزو، ودول لعيبه كبار جدا، وكان من قبل كده برده نفس كان معاهم ابراهيم من النادي الاهلي برده، دول موهوبين وهم عارفين جايين نادي الداخليه عشان في نادي الداخليه منظومه محترمه ومجلس اداره محترم جدا بكابتن اللي هو عثمان الدسوقي واللي هو مصطفى طه، وعارفين الداخليه من اكتر الانديه على مستوى مصر بتطلع لعيبه للفريق الاول وبيفرغ لعيبه كتيره، امثال محمد عبد الغني لاعب الزمالك، امثال طارق طه لاعب بيراميدز، في لعيبه كتير من نادي الداخليه، فاكيد النادي سباق بمدربينه بنجومه اللي طلعها. فطبعا اي ولد بيمشي بقى عنده طموح يلعب في نادي ان هو يقدر يطلع لاعب للفريق الاول، غير الانديه الكبيره ما بتطلعش حد للفريق الاول. كابتن هيثم ازاي حضرتك؟ مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن هيثم. كابتن هيثم، انت من خلال البرنامج انت ممكن تتبنى اي موهبه فنيه عندنا رياضيه ممكن تتبناها في النادي الداخليه عند حضرتك اثناء البرنامج ونجيبه لك وتتبناه رياضيه لحضرتك؟ طبعا طبعا طبعا، انا الكابتن هشام طبعا عشان ده تاريخ الكوره، تاريخ كبير في انديه مصر كلها. لو في اي لاعب كويس بيكلمني وبينزل نادي الداخليه على طول، احنا ما عندناش وسايط ولا الكلام ده خالص، لكن احنا بنعتمد ان المدربين الناجحه زي الكابتن هشام وامثاله المحترمين، اي حد كويس موهوب كويس بيكلمونا، وبالتالي يوم على طول متواجد في نادي الداخليه لو كويس بنأيده وبيشارك. وطبعا انت عارف حضرتك نادي الداخليه نادي ممتاز جدا، ومالناش في النادي مش موضوع الاستثمار ده مش عندنا في النادي خالص، فاحنا بنتمنى الاولاد ان هم ينفعوا يلعبوا فريق اول وبنربيهم، والنادي مليان مدربين ما شاء الله خبراء في التدريب ان بيقدروا يطلعوا اللاعب من الفريق الاول. انت عارف اي اسره مصريه يعني عايزه تحط ابنها في الوضع الصح مع المدرب الصح في النادي الصح وتوجهه صح، يعني من خلال البرنامج عندنا عايزين حضرتك، يعني اي حد عايز يتدرب عندك في نادي الداخليه ممكن حضرتك تتبنه لنا لو سمحت يا كابتن هيثم، وده يبقى شرف لينا وهنستنى حضرتك ان شاء الله تشرفنا في البرنامج مع اول حد هيكلمنا بعد البرنامج ان شاء الله، وهيكون معانا ضيف ان شاء الله يا كابتن هيثم. طبعا، وانت متواجد معاكم الاثنين بمشيئه الرحمن، زيزو وسرور دول هيبقوا نجوم النادي، والنادي الاهلي هيندم عليهم وهو مشاهم ان شاء الله. كابتن هيثم مفيش ندم ان شاء الله، هم يرجعوا. يا كابتن هيثم ازيك الاول؟ السلام عليكم، عامل ايه يا كابتن مصر؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يعزك، هم ان شاء الله هيرجعوا النادي الاهلي تاني بمجهودات حضرتك وان شاء الله، وهم ما شاء الله لعيبه زي الفل وان شاء الله هيرجعوا النادي الاهلي تاني. والبركه في حضرتك بقى. شاركوا معانا وما شاء الله المدرب المدير الفني كابتن هاني عبد الباقي وصلنا لهم جدا جدا وقال لي دول هيبقوا مستقبل الناشئ. كابتن هيثم كنت عايز اسالك سؤال بس بالنسبه لقطاع الناشئين في الداخليه، تحكي لنا عليه كده يعني. والله بتاع الناشئين الحمد لله على مدار السنين اللي فاتت، عشان احنا مش هنقدر نذكر الاسامي كلها. أكيد. بتاع الناشئين من 16 17 سنه من احسن واكثر قطاع الناشئين على مستوى مصر، بدليل انت اهم حاجه عندك غير اي حاجه اللي هي الايه؟ الاساس. هل في لعيبه من نادي الداخليه ناشئين لعبوا فريق اول؟ لا، ده في كتير جدا، انا عندي 17 لاعب لعبوا دوري ممتاز
ودلوقتي ما شاء الله زي ما قلت لك من شويه محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك، طارق طه لاعب بيراميدز، عمرو شعبان الجون المتالق جون المحله لاعب نادي الداخليه، كل اللعيبه ديت ما شاء الله غيرهم لعيبه في الفريق الاول. فطبعا هدام النادي بتشوف الاسامي دي تعرف ان النادي ناجح ومدربينه ناجحين ان شاء الله. كل دول خرجوا من تحت ايديك يا كابتن هيثم؟ ايه؟ كل دول خرجوا من تحت ايدين حضرتك؟ اه طبعا انا وزملائي والله، مش انا لوحدي والله، يعني الفضل يرجع قبليه كمان. كابتن هيثم يعني انت مشرفنا ومنورنا، وقبل ما اختم معاك في اخر سؤال عاوز اقول لحضرتك اللي الناس ما تعرفوش ان حضرتك من المدربين الكبار جدا اللي بدات التدريب بدري، وانك اشتغلت في الفريق الاول في نادي الداخليه على مدار سنين كتير، وانا عارف الكلام ده كويس واعلمه. انا بس محتاج منك انك تقول لنا مين من الولاد في قطاع الناشئين دلوقتي اللي انت بترشحهم للفريق الاول بوجهه نظرك الفنيه. الو كابتن هيثم، واضح ان الخط قطع. كابتن هيثم على العموم احنا بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى لنادي الداخليه التوفيق. هشام كان في بس حد باعت لمين؟ لعبد الرحمن. ترى في صديق ليك اسمه نور الدين رفعت، عارفه؟ لا والله. هو بيقول لي انا نور الدين رفعت صديق اللاعب عبد الرحمن سن. لا والله افتكرت يعني. بيقول لي بقى ايه، هو ما شاء الله لاعب مجتهد جدا، وعارف هو بيعمل ايه، وعارف تحركاته في الملعب، ويعرف يقرا الملعب كويس ازاي. ما شاء الله بيقضي جزء كبير من وقته الشغل على نفسه حتى بعد التمرين بتاعه في النادي. تقول له ايه؟ اشكره جدا والله، يعني ده اخ كبير ليا والله. هو بيلعب كوره؟ لا، هو صديق شخصي يعني. طب احنا بنحييك يا نور الدين رفعت، وبنقول لك الف شكر، ورسالتك وصلت. طيب زياد، احنا مش عايزك تبقى ساكت كده. لا زياد اتكلم في الاول يا كابتن هشام، وكان متالق بصراحه. نقول له اتصال كابتن هيثم النهارده بيك، وان هو بيتكلم عليكوا وبيشيد بمستواكوا وادائكوا، ده بالنسبه لكوا يعتبر ايه؟ تحفيز طبعا. يعني بيديكوا ايه؟ هل دون بيديكوا بقى غير الحافز، بيديكوا ان انتوا النهارده تتمرنوا بشكل كويس، ان انتوا النهارده طموحكم الاساسي ان انتوا تلعبوا في نادي الداخليه، ثم تفكروا في الانتقال للاهلي او الزمالك والاحتراف؟ طبعا. وانت عبد الرحمن؟ طبعا، يعني انا مش مركز على حكايه نادي دلوقتي، عشان انا كمان 3 سنين ورا عندي كاس عالم وبطوله افريقيا، فانا مركز على حته المنتخب. ما شاء الله، كاس عالم وبطوله افريقيا. طب تقول بقى للاولاد اللي في سنك توجههم بايه؟ لو حد عايز يلعب ويتوجه صح ازاي؟ وتقول له ايه؟ يشتغل على نفسه ويجتهد، هو يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. وانت يا زياد؟ ان شاء الله طبعا يجتهد على نفسه ويشتغل على نفسه عشان ربنا يوفقه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا حبيبي. انا عايز اقول لك حاجه يعني. يا زياد، مين اللي تعب معاك بقى في بدايتك كده؟ بابايا طبعا. ولا ماما؟ والدي ومامتي. ربنا يخليهم لك. مين اللي يعني مين اكتر وقف معاك؟ الاثنين طبعا. ومين اكتشف موهبتك في البيت ان انت بقى ترزع وتعمل وكده؟ والدي طبعا. والدك؟ لا، انا عايز اسالكم سؤال بقى، وده سؤال مهم جدا. احنا عارفين ان ماتشات البراعم محمود دي بتبقى الساعه 8 الصبح. واللي ما حدش يعرفه ان عبد الرحمن من المنصوره. والله خلاص انت من المنصوره. وفي لعيبه يعني المنصوره دي كمان، يعني اشاده بالمنصوره ان دول افضل لعيبه على مستوى مصر، يعني طول عمرها ولاده بلعيبه الكوره. فكان في فرقته من المنصوره عبد الرحمن، وكان بلال عطيه، وكان مين تاني من المنصوره؟ بس انتوا الاثنين بس؟ الاهلي او مفيش غير احنا الاثنين. وفي حد من المنصوره في الداخليه؟ لا. قولوا لنا بقى، انتوا كنتوا بتيجوا الماتشات الساعه 8 الصبح دي بتيجوا ازاي؟ كنت بصحى الساعه 2 الفجر قبل ما يعني بتوضى واصلي الصبح وبمشي في الطريق، ما فجر يدان عليا بصلي لحد ما اوصل النادي، بفضل مستني يعني اول لعيب مستني هناك. طب قول لي بقى، لما بيكون عندك تدريب بتصحى الصبح بدري، ولما بيكون عندك مدرسه برضه بتصحى بدري؟ بيبقى نفس النشاط والحماس ولا في الكوره بس؟ السؤال ده سؤال شرير. ها؟ ولا في الكوره بس؟ لا، في الدراسه والكوره. لا يعني منتمي للدراسه برضه، متفوق في دراستك ولا؟ الحمد لله كويس. طيب في فرق بقى في التدريب في النادي الاهلي ونادي الداخليه؟ لا. في لا. فرق في التدريب هنا وهناك؟ لا طبعا. هو السيستم واحد يعني ولا حسيته في فرق؟
لا هو والله انا مدربين كويسين وانا مدربين كويسين والله. لا انا مش بتكلم على المدربين. لا هما بيشوفوا ايه نقصه عندك وبيكملوا لك في الداخليه في النادي الاهلي. الاهلي بقى. وفي النادي الاهلي برضو مفيش اي ميزه تختلف عن الثانيه. طيب عايز تقول حاجه يا عبد الرحمن؟ قولوا لي بقى انتوا بعد ما النادي الاهلي قال لكم خلاص احنا متشكرين ليكم، بداتوا تعملوا ايه؟ ايه الخطوات اللي انتوا خططوها؟ زعلت بقى وبقيت متضايق. بقيت بقى للزعل انت اكيد زعلت، انت قلت كلمه صادمه يعني. انت قلت لي انت ولا قلت لا بقى لا 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 قلت ايه؟ قلت ايه يا زياد؟ قال لك انا لا قولي ثانيه. لا 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 اتحطمت. لا 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 مش اتحطمت. ايه؟ وقعت. وقعت نفسيا. بعد الشر عليك يا حبيبي. الله عليك يا حبيبي. في الاول بس. ايه؟ في الاول بس ده انا عمري ده كله ما قلتش الكلمه ديت، بس بعد كده هقولها. انا وقعت نفسيا يا زياد. طيب اعزائي المشاهدين، مع كلمه زياد وقعت نفسيا، احنا كمان مش هنقع نفسيا. لا. وهنطلع فاصل وهنتواصل ان شاء الله عشان اشوف زياد وقع نفسيا ازاي. اهلا بيكم ورجعنا لكم من جديد. عبد الرحمن قول لي بقى، الكابتن هشام كان بيقول لك دلوقتي انت عملت ايه وانت موجود انت وزياد في النادي الاهلي ورحت الداخليه، قول لي بقى بعد ما النادي الاهلي قال لكم خلاص انت بدات عملت ايه؟ ما اشتغلت اجتهدت واشتغلت على نفسي. لا قول لي البدايه انت رحت ازاي؟ مين اللي وجهك للنادي؟ رحت ازاي النادي الداخليه؟ والدي. والدك؟ اه. يعني وديت سي دي ولا رحت تاني اختبارات وكده؟ لا رحت اختبارات. رحت اختبارات تاني. قال لي نروح ايه، المهم نلعب في النادي، يعني نروح نادي عشان نلعب فيه وننزل نفسنا. تمام. نقول احنا لعيبه كويسه. تمام. وانت حاولت تثبت نفسك. اه. خدتها عند. اه. صح؟ خدتوها تحدي صح؟ اه. وانت يا زياد برضو؟ ايوه طبعا. انت بترفع حواجبك ليه؟ عشان خدها تحدي. احنا عايزين بس يعني يتكلموا عن، يعني عبد الرحمن يتكلم عن والده شويه ووالدته. اكيد طبعا. واخواته. نفس الكلام زياد تكلم عن والدك ووالدتك واخواتك، عايزين نعرف انتوا ترتيبكم بالنسبه لاخواتكم ايه، وبابا وماما بيتعاملوا معاك انت ازاي، وخصوصا لو ليك اخ ما بيلعبش كوره. فعبد الرحمن يبدا بقى. الله، وبابا بيبقى في ظهري على طول يعني. انت ليك اخوات صبيان؟ انا اثنين. ما بيلعبوش كوره؟ بعد اذنك يا نجلاء، اعزائي المشاهدين احنا يعني معانا مداخله دلوقتي لعيب دولي ونجم نادي الزمالك السابق ونادي الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر، معانا الدولي الكابتن عمرو فهيم. بنشكرك لمداخلتك وبنقول لك مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء الخير يا كابتن هشام، عامل ايه؟ الحمد لله كابتن عمرو، وحشنا. وانت اكتر، سلمني بقى على ضيوفك والقناه كلها يعني واحد واحد يعني. ربنا يخليك كابتن عمرو، ما يتحرمش منك، ويعني مداخلتك دي بالنسبه لنا بتزودنا، وكنت يعني حابب اني اخد منك حاجه كده. اللعيبه دي كانت لعيبه النادي الاهلي ومشيت السنه دي وما حصلش نصيب، فعايزين نقول تجربتك. طبعا انا شرفت ان انا لعبت مع الكابتن عمرو فهيم،
اخويا وصاحبي. ف كابتن هشام ربنا يخليك كابتن عمرو، اسمعني بس، انا عاوز اعرف وتقول رساله لكل اللعيبه في مصر، انت لما مشيت من نادي الزمالك ورحت نادي اسوان ازاي تبقى لعيب ماشي من نادي الزمالك وتروح نادي اسوان وتلعب منتخب مصر وانت في اسوان وتحصل على بطوله الامم الافريقيه مع كابتن الله يرحمه محمود الجوهري، فيا ريت تقول لنا تجربتك في الموضوع ده. بص يا كابتن، هو اهم حاجه طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، تاني حاجه طبعا اهم حاجه العزيمه، اهم حاجه ما تيأس في الكوره، تمشي ما تمشيش، لازم يبقى انت عندك حاجه قدامك كده اللي انت عايز توصل لها. وانا الحمد لله اللي انا كنت عايز ارجع لنادي الزمالك تاني وربنا وفقني ورحت اسوان، ومن رحت اسوان كان سنه 97 ورحت منتخب مصر 98 وشاركت في البطوله بتاعت كابتن جوهري الله يرحمه 98 في بوركينا فاسو. تمام. وكان عندك من الاصرار انك ترجع نادي الزمالك وانك رجعت فعلا نادي الزمالك يا كابتن، لعبت 3 سنين بعد كده برضو مشوني ورحت نادي الاسماعيلي وخدت الدوري في السنه اللي انا مشيت فيها. والله كابتن عمرو انت نموذج مشرف للاعب كره القدم. انا هقول للناس ان كابتن عمرو محمود لعب معايا في الناشئين ولعبنا في الفريق الاول، كنا قائمه انتظار انا وهو، ومن احسن الناس اللي بتتمرن وعنده عزيمه، مش عايز اقول لك فعلا حقيقه من اللعيبه اللي عندها عزيمه ما شاء الله عليه. اتفضل. لا انا بس مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء الخير. معاك محمود عبد العزيز. اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. كنت عايز اعرف، عايز اقول حاجه بس والنبي. اتفضل يا فندم. انا على فكره بس عشان الناس اللي تعرف ان الكابتن هشام جعفر ده كابتني، ها؟ عشان بس تبقى كابتن مصر ربنا يخليك. ايوه عشان الناس تبقى تفهم بس، كابتن هشام جعفر ده كان كابتني، ويعني كان بيقول لي على حاجات كنت بسمع كلامه يعني. كابتن هشام كابتن مصر واخونا طبعا وزميل معانا في البرنامج، لكن انا كنت عايز اخد راي حضرتك في موضوع مصطفى محمد في الزمالك، حضرتك تقول لنا ايه رايك فيه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، ال 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 الكوره دلوقتي معلش يعني الكوره بيزنس دلوقتي. اكيد طبعا. انا عايز اقول عشان بس ايه الناس تعرف الانتماء، الانتماء حلو وكل حاجه واحب النادي وكل حاجه، بس انا بتكلم على بيزنس اللي انا اامن نفسي وامن حياتي وامن اسرتي وامن اهلي. اكيد. يعني انا بقول ما فيش مشكله طبعا لو جاله عقد احتراف ادام الطرفين هيستفاد واللعيب هيروح في حته تاني انا اوافق عليه، لو انا مسؤول من نادي الزمالك اوافق على مصطفى محمد اللي هو يحترف. تمام. انا هستفاد منه وهفيد اللعيب اللي هو يلعب في حته تاني، يعني هيبقى اقوى من الدوري بتاعنا بكتير يعني. تمام يا كابتن. يعني كابتن عمرو نورتنا في برنامجنا واهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ربنا يخليك. ربنا يخليك يا كابتن عمرو. بالنسبه لحضرتك كابتن عمرو، انت حضرتك كنت في نادي الزمالك وبعد كده رحت النادي الاسماعيلي. ايوه. تمام؟ تقول بقى لزياد ايه ولعبد الرحمن كانوا في النادي الاهلي وراحوا الداخليه، يعني تحفزهم بايه حضرتك، تحفيز كده ليهم وتشجعهم بيه؟ انا احفظهم ربنا يوفقهم الفتره اللي جايه، بس انا مش عايزكم تيأسوا، لو انتوا زعلانين اللي انتوا مشيتوا من النادي الاهلي حطوا قدامكم كده نادي الاهلي اللي انتوا عندكم عزيمه اللي انتوا ترجعوا النادي الاهلي، خلوا قدامكم كابتن عمرو اللي انتوا ربنا يوفقكم اللي ممكن نادي الاهلي يشتريكم. بالظبط كده ان شاء الله باذن الله. شفتوا بقى كابتن عمرو، وكابتن عمرو كان في النادي الزمالك وراح وثبت وجوده في النادي الاسماعيلي، فده تحفيز ليكم طبعا، صح ولا لا؟ وبقى حاجه كبيره يعني. احنا بنتمنى لك التوفيق دلوقتي في مسيرتك التدريبيه، وانا عارف ان انت في الجهاز الفني لنادي فاركو في الممتاز به، وان شاء الله ربنا يكلل لكم النجاح والتوفيق مع كابتن مجد عبد العاطي وكابتن صاروخ، وتصعدوا ان شاء الله السنه دي يا كابتن عمرو. اتقطع. واضح ان كابتن عمرو الخط قطع، فبنشكره جدا يا محمود. هشام طبعا بنشكر كابتن عمرو كابتن مصر طبعا وكابتن نادي الزمالك. كان في بس حاجه هشام كنت عايز اقول لك عليها برضو بخصوص نادي الزمالك، الاستاذ احمد درويش الصحفي ده على الراوي يعني بيقول لك ان رئيس نادي سانت اتيان بعض الاشخاص في الزمالك طلبوا عموله مقابل انتقال مصطفى محمد، وساذكر الاسماء
الاسماء في حال فشل الصفقه. انت يعني تقول لنا انت برضو وانت كابتن مصر. بص احنا بعيد بقى عن الولاد شويه. لا طبعا هنتكلم على نادي الزمالك واللي كابتن عمرو قاله بالنسبه لموضوع مصطفى محمد وان احنا دلوقتي في عصر الاحتراف زي ما رمضان صبحي فضل نادي بيراميدز عن النادي الاهلي. مصطفى محمد بيسعى ان هو يسافر او يلعب في سانت تيان الفرنسي. الكواليس بقى بتاعه الصفقه وبكام وانتقاله ومين الوسطاء والكلام ده كل ده هيبان النهارده. لو الصفقه فيها ايادي كتير وايادي خفيه يبقى ده كلام بقى مش مظبوط. احنا النهارده عاوزين النادي الفرنسي هيتعاقد مع نادي الزمالك يبقى بيتعاقد مع نادي الزمالك بدون وكيل اكيد، ويبقى كل حاجه محدده، يبقى عايزين نبقى زي الاوروبيين في الكلام ده. انا شايف كده برضو، ونتمنى طبعا لمصطفى محمد ربنا يوفقه ونادي الزمالك يقف على رجله تاني وهو النادي الاهلي طبعا قطبي الكره المصريه، ونتمنى لهم كل خير باذن الله. الحمد لله ان شاء الله. قول لي بقى يا استاذ عبد الرحمن، قول لي بقى طموحك في نادي الداخليه. هو طبعا نادي الداخليه كبير، فانا المهم اللي انا يعني اظهر والعب ان شاء الله. يعني انا ببص على حته المنتخب، ويعني كمان 3 سنين عندي كاس عالم وبطوله افريقيا. كاس عالم اللي هو كام سنه؟ يبقى 16 17 سنه. ده هيقام فين تعرف ولا لسه؟ لا لسه. وعندك بطوله افريقيه قبلها اكيد. طبعا ما دي المؤهله لكاس العالم. وانت يا زياد برضو مع عبد الرحمن صح؟ فانت انت بتحفز نفسك ان شاء الله توصل المنتخب، وان شاء الله تروح كاس الامم وكاس العالم بعد كده. وان شاء الله احنا يعني مستبشرين بكم خير، وان شاء الله نشوفكم حاجه كبيره جدا يا زياد انت وعبد الرحمن. ومبسوطه قوي بيكم اللي انتوا يعني متشجعين وعندكم طموح، ويا ريت برده في المذاكره برده متفوقين برده ولا ايه النظام؟ الحمد لله. ولا كل الاهتمام بالكوره؟ هو ما اعرفش يعني. عبد الرحمن انت ليك مشاهدين كتير، في حد بعت لك استاذه ولا يعني روان محمد عارفها؟ ماشي. هي دي اختك؟ لا معجبه. خلاص يا محمود يمكن تكون خطيبتك يا عبد الرحمن. مش خاطب يعني. طب ماشي. هي بتقول لك احنا بنشجع عبد الرحمن وهو صديق واخ، وبنشجعه على التفوق الدائم، وان شاء الله يرجع نادي الاهلي ويثبت اجتهاده وتفوقه، احنا بنشجعه في ظهره دايما. اكيد يا روان ان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع النادي الاهلي ان شاء الله. اتصال الكابتن عمرو فهيم بيكو. تقول ايه يا زياد لما الكابتن عمرو فهيم بيكلمكوا وبيديكوا نصيحه؟ لعيب دولي، لعب في زمالك ولعب في اسماعيلي وحصل على دوري وحصل على افريقيا وحصل على كاس، ولعب حصل كمان مع منتخب مصر على بطوله امم. فالنهارده الاتصال بتاعه ونصيحته دي ان انت عمل ليكوا حافز، وجه للكابتن عمرو فهيم كده كلمه. يقول له شكرا لحضرته اللي هو بيقف معانا مع كل واحد. وكلامه كان مؤثر بالنسبه لك؟ طبعا. عبد الرحمن اقول له شكرا للنصيحه بتاعت حضرتك، وان شاء الله نستمع بيها ان شاء الله عليك يا حبيبي ان شاء الله. قول لي بقى يومك يا استاذ هشام، قول لي بقى يومك في النادي بيبتدي ازاي؟ اول ما بروح النادي ولا وانا في المنطقه؟ لا اول ما بتقوم كده بقى وعندك تدريب بقى. انت احنا عرفنا ان انت من المنصوره، وده طبعا ما شاء الله عليك ربنا يوفقك ان شاء الله ويقويك كده، ومحمد صلاح كان بيعمل كده برضه، وان شاء الله تبقى حاجه كبيره. قول لي بقى انت لما بتخرج من المنصوره وتيجي النادي يبدا يومك ازاي؟ يعني بفضل قاعد ما بهزرش، بفضل قاعد لوحدي، يعني كل تركيزي ان انا انزل ادي واعمل حاجه لنفسي من النظر عشان المدرب يبقى مقتنع بيا اكتر. يعني انت بتستنى الاول، انت بتروح زي ما قلت انا بروح في الاول واحد يا طبعا. ابو تريكه كان برده بيروح الاهلي برده كده اول واحد، خلي بالك ان شاء الله تبقى زيه ان شاء الله واحسن باذن الله. انت في سنه كام يا عبد الرحمن؟ اولى اعدادي. وانت يا زياد؟ سته ابتدائي. ما شاء الله عليك خدها جد انت يا زياد. احنا طلبنا منهم حاجه بقى، يعني احنا عرفنا إيه؟ لعيبه النادي الاهلي اسمائهم. طبعا محتاجين بقى دلوقتي نتكلم عن النادي الداخليه واللعيبه معاكم اللي في نادي الداخليه اللي يعني اللي بيحسسوك ان انتوا مفيش فرق بين الاهلي والداخليه. قولوا لنا كده اسماء واظهروا لنا مواهب عشان يعني انتوا تبقوا ممكن سبب نستضيف الولاد دي بقى تاني. في لعيبه كويسه جدا مثلا، في قول الفرقه كلها واحنا جاهزين. احمد الكاس، واحد اسمه الكاس، وسكر، وهارون. في لعيبه كويسه كتير هناك. قول يا عبد الرحمن. في محمد عادل وادم حارس مرمى، وفي نشأت بيلعب سيرد باك، وفي احمد ماهر باك رايت. كلهم يعني لعيبه كويسه بلا استثناء. مين اكتر واحد في نادي الداخليه شجعكم اول ما دخلتوا وحسيتوا ان انتوا مبسوطين ومطمئنين كده اول ما دخلتوا النادي؟ هارون عبد النبي. طب ممكن توجه له كلمه؟ كل واحد فيكم يوجه له كلمه. شكرا. طب ايه عشان هو كابتن الفريق برضه.
شكرا والله، يعني هو زي اخويا بالظبط. هارون ده من اللعيبه الكويسه يا نجلاء والله. انا شفته. مفيش معاك صوره ليه يا هشام؟ 2000 هو كان صورته طالعه مع الاولاد اللي ده 2008 برضه يعني. لو في صوره لزياد وكان هم الاربعه، الولد اللي انت بتقولي عليه هو ده هارون؟ لا هو الاولاني اللي من اليمين. الاولاني من اليمين يعني. الاولاني من اليمين. ما انا قلت لك الثلاثه اللي في الصوره ومعهم عبد الرحمن من افضل لعيبه في مصر يعني، هارون وفي بلال عطيه، ده قصه حدوته. طب انا حاسه ان دول هيبقوا حاجه كبيره ان شاء الله في المستقبل، وانا بقول لكم من هنا انتوا هتبقوا حاجه كبيره قوي ان شاء الله، وهتفتكرونا ان شاء الله. وانا بقول لكم ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله، ويا هارون ربنا يوفقك ان شاء الله طبعا، وكل اللعيبه الحلوه. قول لي بقى يا زياد، مسك الاعلى في مصر وعالميا؟ الاعلى في مصر وعلي معلول بقى، مسك مارسيلو. ومارسيلو تمام. عمرو السولية ودي بروي. دي بروي اتعلمت منه ايه؟ دي بروي اسيستان، اسيستان زي لوصل اللاعب للجون. شفت حسام غالي وفي الاهلي؟ ايه رايك في اللعب؟ كويس جدا. لا طبعا هو ده الكابتن، وطبعا هو كويس. احنا بقصدش يعني انت تحب تبقى زيه تهاجم كده برضو ولا؟ هو كابتن حسام عاشور طبعا يبقى هو بيفضل ديفندر ثابت يعني، هو بيقطع ويسلم. لكن في مثلا زي عمرو السولية ديفندر متحرك يعني، بيقطع ويسلم وبيزيد مع الهجمه وبيرجع مع الهجمه يعني، ما بيبقى لنا هجمه بيزيد معاها بيبقى تحت الكوره. والهجمه اللي طبعا بينزل يدافع عشان ده دوره. تمام. طب طيب انا عاوز يعني اخد بقى حاجه كده، وانتوا في المدرسه الولاد اللي معاكم في المدرسه بيبصوا لكم ازاي ولما بيعرفوا ان انتوا لعيبه في النادي الاهلي او لعيبه في نادي الداخليه، والمفروض ان انتوا رياضيين مميزين، هل بيقربوا منكم يصاحبوكوا وانتوا بتحاولوا يعني تعيشوا في الدور عليهم كده بلغه الكوره، ولا انتوا بتتعاملوا معاهم ازاي؟ نلعب معاهم عادي مفيش مشكله، مش بتحسسوهم ان انتوا لعيبه في النادي الاهلي ولا حاجه؟ انا عايز اسال حاجه. اسالي. هي هدوءهم دوت يعني اللي بيتدربوا في الكوره وكده، هدوء نفسي عندهم؟ هدوء نفسي لا 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 لا، ولا هو يعني انا عايز اعرف. بص انا حاسه ان هم عندهم هدوء نفسي جديد قوي. بصي هو زياد كلامه قليل. عبد الرحمن خناقات في المعنى. انا سمعت اللي عبد الرحمن بيقول لك لازم ما اتكلمش مع حد. يعني لازم يبقى عنده هدوء نفسي، فانا افتكرت الهدوء النفسي دوت يعني متطلب. معلش يا هشام، معلش يا نجلاء، في بسنت الطهروني عارفها؟ انت ايه حكايه البنات معاك؟ بتتمنى لك التفوق والنجاح الدائم، وهيرجع النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا بسنت، ان شاء الله ان شاء الله. في عبد الرحمن ايه زياد انت معاك؟ ايه يا زياد مفيش ولا اي حاجه. هو شكله مشاكس فعلا يا هشام. ايه؟ لا عبد الرحمن، بص عبد الرحمن في الملعب شديد. حاجه ثانيه. بتلاقيه لما بيخسر يتضايق. انت شايفه مين؟ عبد الرحمن. بص ما هو ده انا كنت عايز اسالهم السؤال ده، هم يقولوه برضو للساده المشاهدين. هم مش بيلعبوا ديفندرات بس، او بيلعب باك ليفت بس. يعني ده بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك، وارد في يوم من الايام تلاقيه بيلعب نص ملعب. عبد الرحمن بيلعب 8 نص ملعب، وممكن يلعب تحت الفراوده، وممكن يلعب مساك بيزيد، ممكن يلعب باك رايت. والله بصي انا شايفه ان شاء الله، شايف ده السولية يعني، شايف ده السولية. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، احنا الحلقه الحمد لله محمود زي الفل، ماشيه بشكل جميل جدا جدا، والكباتن المدربين عمالين يكلمونا، فاحنا معانا مداخله الكابتن خالد عبد العظيم رئيس قطاع الناشئين بنادي الشرقيه للدخان. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن هشام. ازيك كابتن خالد؟ منورنا ومشرفنا، ويعني انا عارف طبعا دي واضح ان دي رساله من نجلاء، ان عايزه رؤساء قطاعات الناشئين يساعدوا كل اصدقاء البرنامج، فاحنا بنحييك وبنشكرك. الله يخليك يا كابتن هشام. بمشي على الاستاذ محمود عبد العزيز الاول. الله يعزك يا كابتن. اهلا وسهلا. انا كابتن مشتاق. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن خالد ممكن تكلمنا عن نادي الشرقيه الدخان كده؟ والله نادي الشرقيه الدخان الحمد لله السنه دي يعني، انا طبعا من خلال برنامجكم الجميل ده بشكر المهندس الاستاذ هاني امان رئيس مجلس اداره الشركه على دعمه لكل قطاع وكوره في النادي. تمام. وبشكر الكابتن ثروت عبد الرازق المشرف العام على الكوره، والكابتن باسم عادل، والمهندس خالد عباس اعضاء لجنه الكوره، موفرين لنا كل حاجه السنه دي بصراحه.
كل الدعم اللي كمان للفريق الاول ان شاء الله يصعدوا السنه دي ان شاء الله. عندهم ماتش يوم السبت ان شاء الله مهم مع الالومنيوم ان شاء الله، ان شاء الله يكسبوا الماتش ده ان شاء الله، يفرق معاهم جامد جدا. وبالتوفيق للكابتن علاء ابراهيم وكل جهازه ان شاء الله. كابتن كنت عايز اكلم حضرتك محمود، مع حضرتك يا كابتن. الله يعز حضرتك. النادي الشرقي الدخان برضه نادي عريق وليه برضه اسمه من زمان طبعا. هو ده درجه كام دلوقتي؟ ممتاز بيه. ايه؟ هو في درجه كام؟ اه الممتاز بيه، وان شاء الله السنه دي هنصعد للممتاز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. وان شاء هل الماتش اللي جاي ان شاء الله ده هيفرق في النقاط ولا هيفرق في الصعود؟ ده هيفرق في الصعود وهيفرق في النقاط. احنا بيننا وبين الالومنيوم 3 بونت. اه تمام. نكسب يبقى 6 بونت، يعني الماتش ده يعتبر يعني الماتش 6 بونت يعني المفروض. كابتن خالد احنا عايزين، كابتن خالد لو سمحت، عايزه معلش كابتن خالد من خلال البرنامج حضرتك ممكن تقدم لنا ايه للبرنامج من خلال حضرتك على اساس حضرتك رئيس قطاع الناشئين بنادي الشرقيه للدخان، ممكن تقدم لنا ايه للبرنامج من خلال حضرتك؟ انتوا اي حاجه عايزين تبعتوها، اي لعيبه عايزين تبعتوها لنادي الشرقيه للدخان والقطاع الناشئين في شرقية دخان، احنا تحت امركم. احنا بنشكر حضرتك كابتن خالد عبد العزيز. بس عايز اهنيكم على البرنامج بتاعكم، انا مشاهد جيد للبرنامج. ربنا يعز حضرتك. بقول للكابتن هشام جعفر، انت كنت لعيب عبقري، وكنت مدرب عبقري، وما زلت عبقري، وكمان مذيع عبقري. متشكرين يا كابتن خالد. لما بتنجح. يا كابتن خالد انا بشكر حضرتك، ويعني ده بفضل الزملاء اللي احتضنوني وان انا بقيت معاهم حبيب. وبشكر حضرتك لمداخلتك، وان شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضرتك تاني يا كابتن خالد. نشكرك جدا. اعزائي المشاهدين بقول لحضراتكم يعني لو في اي حد عنده موهبه من خلال البرنامج احنا هنتبناه وهنحطه في النادي اللي هو عايزه، ومعانا كباتن زي الفل وهيساعدونا، ولا هتروحوا في حته ولا حد ينصب عليكم ولا اي حاجه ولا دفع فلوس ولا اي حاجه، واحنا هنتبناه من خلال البرنامج. اكيد طبعا يا نجلاء، انا بضم صوت صوتك طبعا. واهم حاجه يكون الموهبه تكون موجوده طبعا، ان شاء الله. وكابتن هشام طبعا هيساعدنا في الامور دي ان شاء الله كرويه. انا عاوز اوجه رساله لاولياء الامور بصفتي ان انا مدرب، ما يمشوش ورا الحاجات الغلط يا هشام. انا شايفه كل اب وام عايزين ابنهم يطلع حاجه كويسه يقول له هات لي كذا اديني كذا وانا اخد لك ابنك النادي الفلاني. احنا يا جماعه بنقول لكم من خلال البرنامج ما تروحوش اي حته، واحنا هنخدم كل بيت مصري وكل ام وكل اب عندها موهبه في البيت من خلال البرنامج. احنا معانا كباتن زي الفل وناس عايزه تساعد، فمن خلال البرنامج احنا يعني بننشدكم لو في عندكم اي حد احنا تحت امركم. عبد الرحمن وزياد عايزين تقولوا ايه بقى؟ كل واحد يقول كده كلمه قبل ما ننهي البرنامج بتاعنا. وقبل ما ينهي بقى وقبل السؤال ده بس انا عايز اسال، ايه المدرب النادي الاهلي اللي اثر فيك؟ يعني اسم واحد، اسمه مدرب اثر فيك من الخمسه بما فيهم كابتن هشام. مش عشان الكابتن هشام قاعد. لا حد غير الكابتن هشام، حد غير الكابتن هشام. كابتن عصام صلاح. هشام مين؟ كابتن عصام صلاح وكابتن تامر حفني وكابتن جمال السيد. حد عايز يعمل مداخله. كابتن جمال السيد عنده كابتن هشام جعفر. طب لو سمحت ممكن تكلم كابتن تامر حفني. كابتن تامر حفني حبيبي اتفضل. هشام طيب احنا عايزين نقول لكم يا جماعه احنا جايين لنا مكالمات كتيره جدا جدا بخصوص طيب احنا طبعا يعني احنا بنشكر كل الساده المشاهدين، ما قدرناش نرد على ارقام التليفونات من كتر الاتصالات وضيق الوقت في الحلقه. فيعني انا بتوجه بالشكر لمحمود ونجلاء على اليوم عميز الجميل دون، ولعبد الرحمن سرور وزياد احمد، وان شاء الله احنا بنقول لهم هتبقوا لعيبه كويسه وهتكسروا الدنيا، ويعني تبقوا تتصوروا معانا ان شاء الله لما تبقوا نجوم كبار ان شاء الله. ربنا ييسر لكم كل حال ان شاء الله، وكل واحد لو محتاج يقول اي كلمه يقولها. شكرا. مش محتاجين تقولوا اي حاجه. حبايبي ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين ايه محمود، لا بقول لهم زي الفل ربنا يكرمهم ان شاء الله، وان شاء الله ترجع النادي الاهلي ان شاء الله او اي نادي ان شاء الله يشتريكم ان شاء الله. الارقام التواصل بتاعتنا على الشاشه يا جماعه، اي حد عايز يتواصل مع فريق الاعداد للبرنامج الارقام بتاعتنا موجوده على الشاشه، واتصلوا بينا وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بنشكركم، وان شاء الله لينا لقاء في حلقات قادمه. بنشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير. تصبح على خير يا محمود.